قم بتقريب العدد 423,275 إلى أقرب 1000. دعوني أكتب 423,275. إذا منزلة الألف تكون العدد 3، وإذا أردنا تقريبه لعدد أكبر إلى أقرب 1000 علينا أن نذهب إلى 424. دعوني أكتبها هنا لنقوم بالتركيز على 3 فقط. نأتي إلى 424,000 إذا أردنا تقريب هذا العدد إلى العدد الأعلى، وإذا أردنا تقريبه لعدد أصغر نكتب 423,000، أي أننا تخلصنا من 275، 423,000. إذن هذا سيكون خيارنا أن نقربه للأكبر وهو 424,000، أو للأقل وهو 423,000. ولتحديد ذلك علينا أن نلقي نظرة على المنزلة الموجودة قبل منزلة واحدة من الثلاثة، إنها 2، فإذا كان العدد 5 أو أكثر نقرب العدد إلى العدد الأكبر، إذا كان أكبر أو يساوي 5 فنقرب للعدد الأكبر، وإذا كان أقل من 5 نقرب للعدد الأقل. أقل من 5 إذن سنقرب للعدد الأقل، فيكون 423,000. الآن لنرى ماذا يعني هذا أن نقرب لأقرب 1000. إذا أردت رسم خط الأعداد ولا يجب عليك، لقد حصلت على الإجابة، لكني فعلت هذا فقط لأوضح لكم التقريب بطريقة جيدة. وإذا كنت سأتدرج تصاعديا في منزلة الآلاف فربما سأحصل على 422,000، 423,000 و 424,000 وربما أكثر، مثل 425,000، ونستطيع الاستمرار. الآن العدد 423,275 سيكون في هذه الحدود هنا، فإذا قمنا بتقريبه لأقرب 1000 علينا أن نختار بين هذا وذاك، وكما نرى فإنه قريب جدا من 423، أكثر من قربه من 424، لذا سنقربه هنا، لكن علينا استخدام القواعد التي قمت بشرحها، أي تقريبه إلى 423,000.